السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال بتاع اخونا، الافضل انهي لما نيجي نصنفر مكان هياخد ورنيش بس، نطفيه بالسكوتش برايت ولا بالصنفرة 800 مع الانترفيس والكلام ده؟ السكوتش برايت يعني هي بتطفي، بتعمل عملية طفي. يعني لو جينا خدنا بالنا كده اهو، بص هنا ده مكان، يعني دي حاجة مرشوشة قبل كده، بص هنا في رذاذ ازاي، بص بتعمل عملية الطفي، لكن ايه بيكون احيانا في رذاذ ودست بيفضل عالي زي ما اي نعم هي عملت سكراتش وفتحت في المسام والورنيش هيمسك، واحيانا بيكون معاه جي مط. وفي ناس تفضل تقول لك انا هاخد ده مثلا بصنفره 1000 كده او حاجه واطفي بردك بالسكوتش برايت شغال عادي، لكن كشخصيا بصراحه افضل انا مكان زي ده هاخد ورنيش بالصنفره 800 ولا مكنه مع الانترفيس. بتعمل عمليه ايه؟ بص لو هتاخد بالك هنا، بص ده قابل ان هو يترش عليه ورنيش الصنفره 800 عادي جدا، يعني في انظمه دهانات السيارات الانظمه او السيستم اللي اتعملنا بيها عادي 800 انزل عليها ورنيش ان شاء الله مفيش اي مشاكل او 1000. والسكوتش برايت بردك من ضمن الانظمه اللي اتعملنا مع الجي مات، بتعمل ان هي حاجه زي المصنعه من النايلون او حاجه زي بلاستيكيه كده، مش صنفره حبيبات بتاكل في الحاجه. فميزه الصنفره بصراحه ان هي ايه، يعني بص حتى لو جينا خد بص هي بص عملت عمليه طفي ازاي، اهي طفت. لكن لو جيت ركزت مع الرزازايه عشان تشيلها محتاج تقرص قوي، ولو في دفات او اي حاجه مش هتعالي، هي هتعمل عمليه طفي ان الدهن يمسك عليه، لكن في اي رزاز عالي او اي حاجه مثلا زي كده اهو هتلاقي الحاجه دي زي ما هي بتطفي. لكن راينا يعني في الموضوع ده الصنفره على الجاف كده افضل، تعمل عمليه الطفي كده اهو وتبقى الامور زي الفل كرجه، ويشيل لك بقى اي رذاذ او اي مشاكل في ده لكن بدون ما تكشف. وفي نظام يقول لك بعد الصنفره 800 في سكوتش برايت زي دي بتكون قرص مكنه كده اهو، تحطها هنا كده اهون وتصنفر بيها ايه بردك مع الميه كده، واخد بالك؟ ولكن 800 لوحدها ان شاء الله تكون كفايه، يعني في كده وفي كده وفي كذا نظام وكل نظام وليه طريقته. فشخصيا احنا بنفضل بصراحه الصنفره بالمكنه، سواء يعني بس هتضرب صنفره 600 وبعديها 1000، او صنفره 800 وبس، او صنفره 800 وبعد منها السكوتش برايت. وفي انظمه تقول لك بالسكوتش برايت الذهبي مع الجيمات، كل سيستم بيكون له نظامه بيكون، ومش شرط على فكره دي تكون خشانه واحده، في درجات ثانيه بيكون لها خشانات ثانيه، كل شركه مصنعه وحاجه زي دي مثلا حاجة، في ناس بتشتغل بيديا بردك ولكن بتبقى بردك مش حامية او قاسية زي دي بردك تعمل بيها عملية الطفي، ولكن في الغالب دي بيشتغلوا بيها في الفينش. لكن في منها صنفرة، في منها 2000 وفي 1000 وفي 800 وفي 500 زي ما انت عايز، وتصنفر تاكل معاك، لكن دي بتبقى قاسية اكتر وتشيل لك اي دوفيهات بشكل او دي عم تعمل عملية طفي زي ايه، زي السكوتش برايت كده. يعني ممكن يكون في بعض الاختلاف سنه، لكن انت دماغك من القصه دي كلها. وبالصنفره بتبدا اللي انت تطفي بيها، بتمسك حته سكوتش برايت زرين او صنفره السوبر فاين الاسفنجيه، تبدا تطفي مثلا لو معاك مزاني او اي حاجه، تطفي المزاني وتطفي الحروف دي كده اهو، تاخد الحروف دي كده اهو، ما تخليش المكنه تحملك على الحروف كده اهو، لا تاخد الحروف اللي عند السوق بي دي الاول، وبعد كده العريض تبدا تطفيه بالمكنه والصنفره ال 800 او الصنفرة 1000، وتعتمد على الله ترش الورنيش بتاعك. اهم حاجة ما تخالفش الدعم الفني او السيستم اللي انت شغال بيه، واللي عنده اضافة سيبها لاخواتهم. متنسوناش في دعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.